بدعوة كريمة من قبل معالي وزير التربية الدكتور إبراهيم نامس، تقييم المديرية العامة للتربية الرياضية والنشاط المدرسي بطولة العراق بألعاب القوى في محافظة البصرة. شكر جزيل إلى وزارة الشباب لإقامة هذه البطولة على ملعب الفيحاء، وكذلك الشكر الجزيل إلى تربية البصرة لتهيئة كافة الأمور اللوجستية اللي تخص هذه البطولة. الحمد لله والشكر اليوم الثالث على التوالي. اليومين السابقة حققت أرقام قياسية على مستوى الرياضة المدرسية بالعراق، ونشاهد إن شاء الله اليوم تحقيق أرقام قياسية جديدة، وهذا دعم من قبل معالي الوزير وكذلك الأستاذ محمد إبراهيم عبودي. نتمنى التوفيق خدمة للرياضة المدرسية في عراقنا الحبيب. وفي هذه المناسبة قدمنا استنكار ضد الجرائم الوحشية التي تقيم بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني. نتمنى الرحمة لشهدائنا وكذلك الشفاء العاجل لجرحانا. نجم عبود مدير رياضة المدرسية في وزارة التربية. لليوم الثالث على التوالي تحتضن محافظة البصرة القوى الرياضية ل 13 محافظة برعاية الدكتور إبراهيم نامس الجبوري وزير التربية. هذه المحافظة اليوم احتضنت عدد من شباب محافظات العراق جميعا للنشاط الرياضي والمدرسي، برزت الفعاليات الرياضية، واليوم كان مهرجان وعرس تربوي كبير. يوم الثالث قدمنا الجوائز للفائزين، الكل فائز اليوم في هذه المناسبة. اليوم كل المحافظات على قلب واحد، وأيضا هنالك وقفة استنكارية لوزارة التربية ولكل الحاضرين في هذا الملعب، ملعب الفيحاء، للقصف الغاشم على أبنائنا وبناتنا وشعبنا الأبي في بلد فلسطين. اليوم أيضا نستنكر هذا القصف الغاشم على الأطفال والأبرياء. الدكتور عبد الحسين سلمان عبد الحسن، المدير العام للتربية محافظة البصرة. في خاتمة بطولة تربيات العراق للمرحلة الثانوية بنين لفعالية ألعاب القوى، تم فوز الفرق تربية النجف الأشرف بالمركز الأول، وتربية نينوى بالمركز الثاني، وتربية البصرة بالمركز الثالث، مع منافسة قوية من تربية الرصافة الثالثة وتربية بابل. يعني هاي الخمس فرق كانت بالفورمة، كانت المنافسة بينهم شديدة، بحيث حتى فارق النقاط كان أقل من 3 نقاط من فريق وفريق، مما يدل على قوة المنافسة واستعدادات الفرق لهذه البطولة. مبروك من القلب لجميع من شارك في هذه البطولة. علي فاضل، مشرف وزارة التربية، مسؤول فعالية ألعاب القوى. طبعا اليوم شاركت في بطولة التربيات المقامة في مدينة البصرة، وحصلت على المركز الثاني في فعالية 200 متر، وأبارك لنينوى ولمدربيها على هذا الإنجاز العظيم. أيمن عزيز سيان جبوري، جنوب الموصل، مدرسة ثانوية تصفية أولى البنين. شاركت في فعالية التتابع 400 في 4، وحصلنا على المركز الثاني لتربية نينوى. العداء محمد بلال ظاهر، مدرسة الحواد الثاني للبنين. بحمد الله تم حصولي على المركز الثاني في فعالية 4 في 400 بريد، والحمد لله رفعنا رأس نينوى وحصلنا على المركز الثاني فرقيا، وأخذنا الكأس الثاني، والحمد لله رفعنا رأس نينوى ورأس أهلنا والمدارس اللي دعمونا أيضا، وألف الحمد لله. هذا الإنجاز لتربية نينوى عظيم إن شاء الله. خالد عبد الرحمن سلطان، إعدادية عبد العزيز عبد الله.